البدايه دايما بتكون باهم منشطات الجرايد عن النادي الاهلي. اخبار الرياضه، الجمعيه 28 سبتمبر يوم للتاريخ، الاهلاويه يقررون مصير دستور القرن، مجلس ديبو ينتظر 25,000 عضو. اخبار الرياضه، محمود الخطيب للاعضاء، الاهلي منظومه يسير عليها الجميع. الاهرام 20,000 جنيه مكافاه للاعب الاهلي بعد التاهل لنصف نهائي ابطال افريقيا، غموض حول رحله لبنان بسبب السوبر، والجهاز الفني يرفض فكره الراحه. اخبار الرياضه، في 90 دقيقه 5 مكاسب اهلاويه، تاخيره نجوم وعوده قويه للجمهور وثقه تدوم. الاخبار، افراح في الاهلي بعد التاهل الافريقي، كارتيرون الفوز خطوه في مشوار استعاده اللقب، ومسؤول الاهلي يشيدون بانضباط الجمهور. الاهرام المسائي، الاهلي ينتعش، كارتيرون اللاعبين اقود جيل ذهبي واثق في استعاده عرش الافريقي. اخبار الرياضه، باتريس كارتيرون للجماهير، قلت لكم اصبروا ثم حاسبوني. الشروق، مكافاه اجاده للاعبين بعد رباعيه هورويا، كارتيرون لم نحصد اللقب القادم اصعب، واشكر الجماهير على دورها الرائع. يوسف، استعاره رمضان صبحي فكره مطروحه، لم نعاقب حمدي، وخمس دقائق في مباراه خماسيه ابعدت ناصر ماهر. الجمهورية، لجنة الكرة تجتمع لبحث مطالب الجهاز الفني. الدستور، الأهلي يدرس استعادة رمضان في يناير ويرفض رحيل شريف إكرامي. الجمهورية، الأهلي يستعد للنجمة وعينه على الوفاق. المسا، بعد العبور لنص النهائي الأفريقي، الأهلي متحفز للنجمة في البطولة العربية، يغادر غدا للبنان، وكارتيرون يؤكد مستعدون للمهمة. الأخبار الرياضي، إغلاق الملف الإفريقي مؤقتاً، الفريق في مهمة صعبة لإطفاء النجمة. الأخبار المسائي، بروح هورايا، الأهلي يستعد للنجمة اللبناني، كارتيرون يغلق الملف الإفريقي ويحدد هدفه من البطولة العربية. روز اليوسف، الأهلي يجهز مخطط اصطياد النجمة في لبنان، كارتيرون الجماهير مكانها المدرجات، والغيابات أمر وارد في كرة القدم. الوطن، أهلي كارتيرون، ميسيوم في قيادة القلعة الحمراء أفريقيا، انتشل الفريق من الهاوية للمربع الذهبي واقترب من حلم التاسعة. المستوى المحلي، العين على اللقب، الحلم العربي يبدأ من لبنان. تابعنا معاكم دلوقتي اهم المنشطات اللي اتكتبت عن النادي الاهلي في الصحف. دلوقتي نروح معاكم بقى لاهم تفاصيلها. هنبتدي تفاصيل الاخبار، هنبتدي من اخبار الرياضه اللي قالت ان الاهلاويه بينتظروا الجمعيه العموميه للتصويت على اللائحه، لحد طبعا النظام الاساسي للنادي الاهلي، اللي هتكون يوم الجمعه اللي جاي يوم 28 سبتمبر، عشان يقرروا مصير دستور نادي القرن، دستور طبعا ناديهم اللي هم شاركوا فيه بارائهم ومقترحاتهم، وان مجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب مستني إقبال كبير من أعضاء النادي الأهلي، ممكن طبعا يصل ل 25,000 عضو من أعضاء النادي الأهلي. وكمان في أخبار الرياضة قالت أن رئيس النادي الأهلي بيقول لأعضاء النادي الأهلي أن الأهلي منظومة يسير عليها الجميع، وأن مبادئ النادي الأهلي بتحكم العلاقة ما بين الجميع جوه منظومة النادي الأهلي المحترمة. في الأهرام كمان قالت أن كل لاعب في النادي الأهلي حصل على مكافأة 20,000 جنيه بعد طبعا ما تأهلوا لنص نهائي أفريقيا، وأن الفريق بيستعد دلوقتي للنجمة اللبناني في البطولة العربية من غير أي راحة. وفي أخبار تانية برضو في الرياضة بتقول أن المكاسب من الفوز الكبير على فريق هورايا كوناكر الغيني كتيرة، منها طبعا ذخيرة النجوم اللي في فريق النادي الأهلي، طبعا كسب تألقهم وارتفاع مستواهم، واطمن طبعا على نجومه الأساسيين وكمان على البدلاء، كمان الثقة الكبيرة وارتفاع الروح المعنوية للفريق، والرسالة القوية جدا اللي وجهها النادي الأهلي لفرق البطولة بالأداء طبعا كويس جدا، أداء ممتاز وفوز كبير. أما أهم المكاسب برضو فكانت أكيد عودة الجماهير المثالية للمدرجات وتشجيعهم طبعا اللي ما بينتهيش، ودعمهم الكبير جدا للفريق في كل الأوقات. فعلا الجمهور ده هو اللاعب رقم واحد في النادي الأهلي. طيب كمان في الأخبار
كارتيرون قال ان الفوز لا يمثل الا خطوه في طريق تحقيق البطوله واستعاده لقب الاميره السمراء، ومسؤولين طبعا النادي الاهلي بيشيدوا بانضباط الجمهور جوه المدرجات. وفي الاهرام كمان المسائي قال كارتيرون ان هو مدرب محظوظ لان هو بيقود جيل ذهبي من اللعيبه، طبعا بسبب ان هم بيتمتعوا بمهارات وبروح قتاليه وبشخصيه قويه جدا وبانضباط اخلاقي جوه وبره الملعب، وان هو واثق جدا في لعيبته واثق جدا في قدره الفريق ان هيتحقق ان شاء الله لقب الدوري وكمان البطوله الافريقيه. وبالنسبه بقى لاخبار الرياضه، نقلت رساله لكارتيرون، رساله كارتيرون للجمهور اللي قال فيها قلت لكم اصبروا وبعد كده حاسبوني، وان هو من بدايه مشواره مع الفريق اكد ان هو بيشتغل عشان يقدر يحقق المعادله اللي عايزها النادي الاهلي وعايزها الجمهور الكبير للنادي الاهلي وللعيبه كمان، وهو شخصيا شايف ان الاهم هو الاداء والفوز وتحقيق الالقاب. وكمان في الشروق نقل التصريح برضو لكارتيرون قال فيه اننا ما اخذناش اللقب لسه واللي جاي اصعب بكتير، وكمان شكر الجمهور على الدور الرائع اللي عملوه. وكمان نقلت الجريده تصريح محمد يوسف المدرب العام للفريق اللي قال فيه ان فكره استعاره رمضان صبحي من فريقه الانجليزي مطروحه بالفعل. وكمان في الجمهوريه، الجمهوريه قالت ان لجنه الكره في النادي الاهلي هتجتمع عشان تناقش طلبات الجهاز الفني للفريق في يناير. وكمان الجرايد اتكلموا عن استعداد النادي الاهلي لمواجهه النجم اللبناني في البطوله العربيه، واستعداد طبعا الفريق للسفر للبنان بكره باذن الله استعدادا للمواجهه العربيه. اخيرا بقى في جريده الوطن نشرت تقرير واحصائيات للفتره اللي قضاها كارتيرون في قياده النادي الاهلي الفنيه لحد دلوقتي، قالت ان كارتيرون في 100 يوم، طبعا 100 يوم دي هي الفترة اللي قاد فيها كارتيرون النادي الأهلي، انتشل الفريق من سقوط أفريقي كان متوقع بعد سوء النتائج والأداء في بداية البطولة لحد ما وصل لنص النهائي، وقرب كمان أنه هو يحقق اللقب التاسع للأميرة الأفريقية، وأنه على المستوى المحلي ماشي في طريق تحقيق البطولة والحفاظ طبعا على اللقب. أما على المستوى العربي فالفريق هيبدأ مشوار الحلم العربي من لبنان لما يقابل فريق النجم اللبناني عشان يقدر يحقق هناك بإذن الله الفوز ويستمر في المنافسة على البطولة العربية. ده كان كلام الجرايد عن النادي الأهلي من امبارح لحد النهارده. تعالوا بقى من كلام الجرايد نروح لأهم المنشطات اللي اتقالت عن النادي الأهلي على موقع الإنترنت. يلا كورة، الخطيب يوجه رسالة للاعبي وجماهير الأهلي. الموقع الرسمي لنادي الأهلي الدرندلي، لائحة الأهلي تحافظ على حقوق جميع الفئات وهذه حقيقة الغرامات. الأهرام سبورت، إبراهيم الكفراوي الجمعية العمومية هي أعلى سلطة حاكمة في النادي الأهلي. الموقع الرسمي لنادي الأهلي، يوسف الأهلي يحترم كل المنافسين وتفكيرنا في النجمة اللبناني. كمان من الشروق، الأهلي بيحدد موعد سفره للبنان لمواجهة النجمة. من موقع وان تري، الفحص الطبي يحسم موقف ميدو جابر من موقعة النجمة اللبناني. كمان اليوم السابع بيقول الأهلي يحصل على 8 مباريات لوفاق سطيف قبل مواجهته في دوري الأبطال. الأهرام سبورت، أحمد فتحي يطير للندن لحضور حفل الأفضل. فيتو، جلسة يوسف كلمة السر في تألق صلاح محسن أمام هورويا. تابعنا معاكم دلوقتي اهم منشطات مواقع الانترنت، نروح بقى معاكم لتفاصيلها وهنبتدي من يلا كوره اللي قال ان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اشاد بجماهير ناديه اللي طبعا حضرت مباراه الفريق يوم السبت اللي فات قصاد هورايا كوناكر الغيني في اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا، ووجه الخطيب الشكر للجهاز الفني وللعيبه على الاداء طبعا الممتع قصاد هورايا كوناكري. وقال كمان ان بطوله افريقيا هي الاغلى عند جماهير النادي الاهلي والمحببه اكيد للنادي، وهتكون بوابه الرجوع مره ثانيه للمشاركه في كاس العالم للأندية. وكمان قال في آخر كلامه إن لائحة النادي الأهلي الجديدة ما نسيتش جماهير النادي الأهلي العظيمة، وده الحق في إنشاء روابط للجمهور بترخيص من النادي بما يتوافق مع القانون. كمان الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال إن خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي قال إن لائحة النظام الأساسي المقرر التصويت عليها بإذن الله يوم الجمعة اللي جاية في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية هتراعي حقوق أعضاء النادي الأهلي بمختلف طوائفه ما بين طبعا الراجل والست وكبار السن الرياضيين والشباب والاطفال. وقال كمان الدرندلي ان النادي عنده تطلعات لزياده مكتسباته من انشاءات فروع واكاديميات، وفي بند كمان عن الاستثمار فهو بيتيح التوسع والتوجه عند المستثمرين. وكمان
هو شايف الدرندالي في كلامه قال ان الغرض من بند العقوبات على اللي غايبين عن اجتماعات الجمعيه العموميه وفقا للائحه مش هدفها الجمعيه طبعا العموميه غير العاديه اللي جايه، لكن هي بتستهدف اجتماعات الجمعيه العموميه للنادي بشكل سنوي. وكمان قال في نهايه كلامه ان النادي الاهلي بيعمل للرياضه ولتطويرها ولا يعمل وفقا لاي نشاط حزبي او سياسي. كمان الأهرام سبورت قالت أن إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أكد أن لائحة النظام في النادي الأهلي بتخدم الجمعية العمومية ومش بتخدم أشخاص ولا مجالس إدارات بعينها، فهي بتراعي حقوق الأرامل والمطلقات والمساواة طبعا ما بين الرجل والمرأة، وكمان هي ما نسيتش ذوي الاحتياجات الخاصة وأن الجمعية العمومية هي أعلى سلطة حاكمة في النادي الأهلي. وأكد أن مجلس الإدارة تعهد من وقت الانتخابات الأخيرة أن هو هينتهي من اللائحة قبل سنة من نجاحه في الانتخابات، وده فعلا اللي حصل في الجمعية أو في اللائحة. طيب معانا دلوقتي كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي من النادي الأهلي. النادي الأهلي ممكن كمان نكلمه مرة تانية في نهاية حلقتنا النهاردة عشان نطمن منه أو نعرف كمان أخبار جديدة عن القائمة اللي هتسافر بإذن الله من النادي الأهلي لملاقاة النجمة اللبناني في البطولة العربية. نرجع بقى مرة تانية لتفاصيل أخبارنا، أخبار النادي الأهلي اللي اتقالت على مواقع الإنترنت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال إن محمد يوسف المدرب العام واللي بيقوم طبعا بأعمال مدير الكرة في النادي الأهلي أكد إن الجهاز الفني بيتعامل بمبدأ الاحترام مع جميع المنافسين وفي جميع البطولات اللي بيشارك فيها. وقال كمان محمد يوسف إن مواجهة النجم اللبناني اللي هتقام بإذن الله يوم الخميس اللي جاي في إياب دور ال 32 زي ما قلت لكم الساعة 7:30 أو زي ما عرفنا دلوقتي حالا من كريم الساعة 7:30 في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال بتحظى بأهمية كبيرة جدا، خصوصا ان هي مباراة ضمن بطولة من البطولات الرسمية اللي بيشارك فيها النادي الأهلي. 6:30 بتوقيت القاهرة اللقاء، 7:30 بتوقيت بيروت. طيب كمان فيتو قال احنا وصلنا فين؟ اليوم السابع. اليوم السابع كمان بيقول الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون قدر ان هو يجمع 8 تسجيلات او 8 فيديوهات لمباريات فريقه في اقصى الطيف الجزائري عشان يدرسوا نقط القوه ونقط الضعف في صفوفه استعدادا طبعا لمواجهته يوم 2 اكتوبر اللي جاي في ذهاب نص نهائي دوري ابطال افريقيا. وطبعا النادي الاهلي تاهل للمربع الذهبي في البطوله الافريقيه بعد ما فاز على هورايا كوناكري الغيني باربع اهداف نظيفه. مكملين تفاصيل الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي على مواقع الانترنت. الاهرام سبورت قالت ان احمد فتحي لاعب النادي الاهلي خلاص غادر القاهره النهارده الصبح متجه للعاصمه الانجليزيه لندن عشان يحضر حفل الافضل واللي بيقيمه الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا، بناء طبعا على دعوه برضو اتوجهت لاحمد فتحي من الفيفا. محمد صلاح طبعا لاعبنا المصري لاعب منتخبنا الوطني وليفربول الانجليزي بينافس على جائزه افضل لاعب في العالم جانب لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو. كمان فيتو بتقول ان صلاح محسن لاعب الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي نال اشاده الجهاز الفني على هدفه اللي احرزه في مباراه الاهلي مع هورايا كوناكري الغيني في اياب الدور ربع النهائي في دوري ابطال افريقيا. تاهل طبعا النادي الاهلي للمربع الذهبي، ووضح كده ان الجلسه اللي كانت ما بين محمد يوسف المدرب العام والقائم طبعا باعمال مدير الكره في النادي الاهلي كانت كلمه السر وراء تالق اللاعب في المباراه. اكد طبعا ان هو واثق جدا في اللاعب، وكمان اكد للاعب ان في ثقه كبيره جدا من الجهاز الفني فيه وان هو طبعا ان شاء الله هيكون ليه دور كبير مع النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. كمان دلوقتي هنطلع بقى معاكم لفاصل قصير جدا ونرجع بعد كده نتابع معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا.